نتيجة للتعاون بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية على تأهيل 50 من مدربي منظمة الهجرة الدولية على برنامج ابدأ وحسن مشروعك، حيث بدأ التدريب العام الماضي، وخلال هذه الفترة قام المدربين بإجراء تدريبات للمستفيدين النهائيين تحت إشراف المدربين الرئيسيين من SIYB وتقديم الدعم الفني من منظمة العمل الدولية. واليوم بعد اجتيازهم مراحل الاعتماد، اليوم نحتفل باعتمادهم كمدربين معتمدين في منهجية ابدأ وحسن مشروع. Through this pool of 50 trainer staff, what we are planning to do is like to, and we are already doing in fact, is to implement to support our economic recovery and livelihood programming, where we have like different type of activities like individual livelihood assistance, enterprise development fund, the graduation approach. It's a big program. It will be very instrumental to keep strengthening the businesses and the private sector in Iraq. وبرنامج ابدأ وحسن مشروعك بيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل سواء للأشخاص العاطلين عن العمل من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم والعمل الذاتي أو التوظيف الذاتي، وكمان بالنسبة للمشاريع القائمة من خلال تحسين وتطوير المشاريع القائمة، وبالتالي بخلق فرص عمل إضافية عن توسعه المشاريع. الIOM كانت قادرة من خلال SIYB الدورة التدريبية اللي حصلناها بطريقة مكثفة على إيصال المعلومات بطريقة تطبيقية للمشاريع المايكروية والمشاريع المتوسطة والصغيرة، ومن خلال SIYB الIOM كانت قادرة على تعليم عديد من المستفيدين في كيفية التفكير بمشاريع مختلفة من قطاعات مختلفة وبأفكار جديدة. SIYB ذو قيمة عالية كبيرة، نهج بقيمة عالية ساعد المستفيدين على تطوير مشاريعهم وخلق خطة عمل ناجحة وتوسيعها وتطويرها.